اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. والله يعني عن جد نحن كشعب، نحن كبشر ناس غريبين. محضرين حلقه نحن كنا معينه اخذتنا على منحة تاني. كنا عم نجهز خبر عن كيم كارداشيان واختها كايلي جينر، تمام؟ وبلشنا نعمل ريسيرش على الموضوع وجبنا صور وبلشنا شغل. رح اعمل لكم بريفينج عن الموضوع. كنا بدنا نفسر لكم كيم كارداشيان قديش هي باورفل كامراه وكإنفلونسر، اللي هو انه كيم ما عندها شيء بحياتها، يعني منا انه هي لنا تالنتد ولا انه معلمه ولا مثقفه ولا شيء. هي نجمه تلفزيون واقع بامريكا، يعني اجا تلفزيون حط عندهم كاميرات بقلب البيت وصار يصور الحياه اللايف تبعيتهم وينقلوا كل حياتهم الداخليه على التلفزيونات لعند ملايين المشاهدين. وهن كعائله من جوا صراحه يعني الاخبار مش كثير شيء بيشرف، وبنفس الوقت نجحوا كتير. هو الشعب الأجنبي والغربي هو شوي سخيف، فعمل من هدول الأشخاص ناس كتير مشاهير. كيم وأختها كايلي باورفر لدرجة أنه كيم إذا حطت على إنستغرام مثلا أنه I love Starbucks بتلاقي أسهم ستاربكس عليت هيك. إذا قالت Don't eat at McDonald's يمكن شي عندك شي 10 فروع ماكدونالدز بيسكروا بأمريكا. هالقد هي باورفل، باورفل أكتر من رئيس جمهورية بيقدر يكتب هيك جملة. طيب مش هون الموضوع، الموضوع انه نحن عم نحضر بهيدي الحلقة وحاطين صور، مثل مثلا حاطين صورة كيم وعم نشتغل. وإذ مع الوقت نحن وعم نعد اكتشفنا انه هيدي مش كيم. يه طيب حاطين صورة كايلي، بعدين اكتشفنا انه طلعت كمان هيدي منا كايلي. مين هون؟ تفضلوا شوفوا، هيدي منا كايلي جينر وهيدي منا كيم كارداشيان. ليه؟ لانه هيدي كايلي جينر وهيدي كيم كارداشيان. هلا يمكن في منكم تقولوا ايه شو الفرق؟ الفرق انه كيم وكايلي اختين من هوليوود، اما اول صبيتين هن سونيا وفايزا من الامارات. سونيا اللي بتشبه كايلي وفايزا اللي بتشبه كيم، مدري سونيا اللي بتشبه ما عدنا فهمين شيء. تفضلوا شوفوا الاختين حد بعضهم، هيدولي كيم وكايلي وهيدولة سونيا وفايزا. كوبي كونفورم، هي مش معقول. كنا عم نجهز حلقة معينة اكتشفنا نحن كبشر يعني ليكوا هيدول الصبيتين قدي معقول يروحوا على الاكستريم كرمال مثلا يشبهوا كيم وكايلي، او كرمال على القليل هن هيك يكتفوا او يرضوا نفسهم جماليا. نحن البشر هيك، فقلنا هيدا نكمل نكتشف فيه البشر وشو بيعملوا البشر كرمال يكونوا هن مبسوطين. فنطينا من فكرة الجمال لفكرة الـ 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 القوة البدنية. فلقينا انه في بنات هن مكتفيين من حالهم انه بيكونوا هن قوية بدنيا وبيعرفوا يدافعوا عن حالهم. لايكوا بأي فيديو حضينا. يا جراندايزر بعزم نعلي حمما ارسل افتك بالعادة كافح شرم حط المكرن في حزم ويباه امنع طمعا اردع ششعا فالخطر كبير. جراندايزر ابصر شو قالوا لها، يمكن تسألوا على شكلها ولا على وزنها. راحت قالت لها انا ليه شدتها براسها بالسياره كسرت الدنيا. خي نحن كبشر اصلا ما عدنا نطيق كلمه من حدا. هدوليك يمكن كان عندهم مشكله مع حالهم، يمكن جماليا قعدوا ليكوا يعملوا عمليات تصاروا مثل كيم وكايلي. هيدي ليكو مش طايقة حدا حواليها خبطت كل العالم. نحنا كبشر ما بقى كتير هيدي الهيومن ريليشن، لا ما شي صارت. لدرجة امازون حتى نفسهم عملوا لنا ستور ما في كاشير، يعني ليك هي ما تقرف نفوت اشتري البدكية وفل ادفع اونلاين. بتفوت بتنقي ايتم بتحط الموبايل تبعك بتقطع الابليكيشن وبتظهر معك الكيس. ليك هي ما تحكي حدا ولا حدا يحكيك سيسرنا. امازون ستور. You have this app called Amazon Go. It has a sort of QR code that you use to scan in when you get there. The gates open, you go in, you grab whatever you want from a shelf, and then you literally just walk through using sensors that are in the shelves. They also have hundreds of cameras hanging on the ceiling. It basically just like tracks you in the store
and you're linked to that account. As fast as I wanted to shop, and then I was out of there. It's set up through your Amazon account in the Amazon Go app. So you can go in there after you've left the store and see your receipt. So the whole point of this is to make it very fast and convenient for you. Amazon Go. خي ما عم يقدروا بقى يرضوا عملائهم، عرفت كيف؟ ويقول لك يحكي مع هيدا ويسأل، خلص خي فوت اعمل اللي بدك اياه وفل، وهن مبسوطين انه خي انا فت اشتريت ما حدا حكاني. لهالدرجة ما عدنا طايقين نحكي مع بعضنا. يا عم نحن وصغار كانوا اهالينا يعلمونا ويربونا احترام الضيف، يعني اذا جاي حدا لعنا على البيت كانوا يقعدوا ليك تقعد، ما بتحط اجر على اجر، ما بتحكي اذا هن عم يحكوا، بتنتبه شو بتقول، بتنتبه كيف تحكي، بتنتبه كيف تاكل، بتنتبه شو تشرب. كانوا يعلمونا، وكنا اذا عملنا غلطة ننضرب. هيك كان. هلأ شوفوا الفرق بين لما كان يجي لعنا ضيف أيام زمان وضيف الآن. شوف يا أخي نكتك برضو حلوة زي ما هي. والله الأيام دي كانت ما تتعوضش. يا أخي يا أخي الأيام أيام كانت حلوة قوي. فاكر فاكر أنت فاكر قبل ما يكون العيال ديت بقى واللي بيودينا في داهية. والله كنا ننزل كده من بيتنا نقعد على القهوه نضرب كوبايتين الشاي مع سندوتشين. يا اخي كانت ايام. فاكر طلعت جمصه؟ يا لهوي فاكر مسمار لما فاكر انت لما قعدت تنفخ العجل ببقك كان شفت يوبلس نورتنا بك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تمام الحمد لله بخير. فين مدام؟ والله والله بتذاكر الاولاد. بتذاكر الاولاد. انا عارفه ان هو امتحانات دلوقتي بس كنا نصلينا مع بعض شويه. معلش معلش بقى. طيب اعمل لك القهوه اللي بتحبها. الله يخليكي. تسلم ايديكي. تسلم ايديكي. دايما عامر كده يا اخويا. دايما عامر يا ربي يا حبيبي. تسلم لي يا رب. يا اخي والله لو كانوا جم كانت هتبقى على احلى. والله يتعوض يا اخي. المذاكره احنا كنا بنذاكر. احنا ما كناش بنذاكر بس هنعوضها في العيال بقى. فضايح. اوعى تقول كده قدامنا. تسلم ايديك. تسلم ايديك. اه انا قلت دلوقتي عشان هم مش قاعدين قدامنا. خلي بالك اوعى تفضحنا يا اروح في داهيه. تفضحناش الله يبارك لك. بص بقى الغدا معانا بقى. لا غدا ايه غدا ايه. لا اروح اتغدى معاهم بقى. والله والله لازم اروح اتغدى معاهم يا اخي. ما ينفعش عليا الطلاق. لا انت متغدي معانا. انت هتطلقني. لا لازم تتغدى معانا طبعا يا اخي. طلاق مفيش كلام مفيش كلام. خلاص انا هقوم دلوقتي يعني اعمل الغدا وبعدين بقى نقعد مع بعض وخليك بقى تتسلوا بقى وتفتكروا مع بعض حاجات كتيره. يلا والله انا اللي هتطلق بسبب الغدا. اتكلمها يا مش تقول حاجه. إيه والله المره الجايه بقى تمام تتجمعوا عندي في البيت. الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي كده على طول تتجمعوا عندي في البيت. نقعد ايه كده قاعده او نطلع. ايه رايك نطلع الساحل؟ بيقول لك في مكان كتير كده جديد اسمه مش عارف الساحل الشمالي تقريبا حاجه كده. سمعت عنه؟ بيقولوا القعده هناك حلوه جدا. وغالي بس نطلع. نطلع 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 مشكله. يلا خلي العيال تنبسط. يلا بينا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا نورتنا والله. بص بقى يا ايمن عندك الواي فاي تدخل بيها على الانترنت براحتك. تمام. وعندك الباور بانك. عندك وصلتك ولا اجيب لك الوصله عندنا؟ لا 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 معايا معايا. معاك الوصله؟ معاي. تمام. اجيب لك ميه او شاي او اي حاجه؟ لا 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 ممكن بس الشيشه بتاعتي. حاضر. الشيشه بتاعتي ربنا يخليك. شكرا ليك. شكرا. عايز اي حاجه؟ لا 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 ولا اي حاجه. شكرا. هاتي لي انا الوصله بس عشان التليفون قرب يفصل. حاضر اوكي. يلا اسيبكم بقى تتسلوا مع بعض. ده لكم كتير قوي ما شفتوش بعض. يلا. راوتر شارجر واذا في شيشه وبليز اتركني يعني يا ريت ما بتحكيني تزعجني. هيك صارت هلا الدنيا. يلا بريك ومنكمل حلقتنا. ورجعنا معكم بعد البريك وللحلقة اللي اخدي منحة اخر عن شو كنا محضرين. انتقلت حلقتنا هلأ على الرضا والارضاء وكيف عم ترضي الضيف وكيف ست بترضي حالة. فاهم بارت ويرد يكون بهذا الموضوع هو كيف ترضي وحدة بتحبها. كرمال ما نقعد نحن نتفلسف بطبيعة الحال بعتنا ايمن على الطريق خلي يسأل الناس هن كيف بيرضوا بنت بيحبوها. والبنات سألون انه هن اذا كانوا زعلانين كيف بيحبوا حبيبهم يرضيهم. شوفوا الجديد تبع ايمن.
من وجهه نظركم كده نرضي ازاي المراه؟ المراه. لكن انت جاي في نوج بقى. مش عارف صراحه حسيت دي ما حدش عارف يرضيها يعني. لا هي ما بتترضيش. من وجهه نظرك شايف نرضي المراه ازاي؟ ايه؟ من وجهه نظرك شايف نرضي المراه ازاي؟ ونرضيها ليه؟ شكرا ليك. شكرا. نرضي المراه؟ يعني نشوف اللي هي محتاجاه ونعمله. اجيب لها هديه. ان تسمع لها. يعني لوك 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 انت تسمع. لو سمعت انت اظن اللي انت كده عملت كل حاجه. اي ان كان. في واحده عايزه بوسه. في واحده عايزه كلمه. حسب. افهمونا من غير ما احنا بنقول، مش لازم كل حاجه احنا اللي نقولها، في حاجات تتحس وما تتقالش زي ما الفنانه انستغرام قالت. والله دي ما ينفعش تتذكر دي خالص دي. انا شايفه ان الراجل بالتفاهم مش شرط ان كل حاجه ان الست هي اللي تمتص غضبه ولازم يتكلم معاها. شويه هي تمتص غضبه شويه هو برضو يمتص غضبها. طبعا احنا يبقى حنين معاها، ما يبقاش غبي في الكلام في التعامل. ايه كمان؟ والله ما بتردوش اي حاجه، ما بتردهمش. نجيب لها شوكولاته ورد؟ لا، وحاجات كتير الحقيقه، بس مبدئيا ان هو يكون راجل معاها ده وهي بعد كده هي هترضى. يعني زي يعني مش الراجل بس هو اللي يتحكم ومعرفش ايه وكده، هو اللي ليه شغل ومعرفش ايه. لا ما تزعلاش وبلاش نكد وتهتمي بيها، مش كل حاجه زي ويعمل فيها زي السيد. هي مش حاجه بترضي المره، تجيبها يمين تجيبها شمال مفيش حاجه بترضيها. هي ليها دماغ لوحدها كده بترضي نفسها مع نفسها، حتى لو انت مضايقاها هي ترضي نفسها لوحدها برضه. هم اللي بيعجبهم العجب ولا الصيام في رجب. الله عليك الله عليك، شكرا لك. ايه نعم، مش سهل ارضاء البنات ابدا، بس تعرفوا شو، انا احنا دايما بنروح فيها كوميديا، بس عن جد في بنات ستات يعني بيقولوا عنهم بميت راجل. قصه ام خالد ست بميت راجل. ام خالد كانت بتسوق تاكسي، تسألوا عليها شوفوريت التاكسي انه هي بتسوق تاكسي وعلى قدها، فقررت تسوق كاميون 60 طن. تعرفوا على قصة ام خالد. البيت هو مملكة الست، لكن انا النهاردة اصبح عندي شغلي هو مملكتي، عربيتي هي شقتي، وعندي السرير خلف مني دي أوضة نومي، والكابينة من قدام دي الانتريه أو الصالون بتاعي اللي أنا عايشة فيه ومهيئاه. تحية كبيرة لأم خالد. يعني لايكو أم خالد عملت من شغلة مملكتها وراضية ومبسوطة. هلأ أخطر بارت بحلقتنا، عم نحكي عن الرضا هيدا كله، انه هيدا بيشتغل هيك ليكون راضي وهيدا بيقول هيك ليرضي حبيبته، وكل هدول قصص المهضومه. انما هلا في ناس لترضي حالها وتكون مكتفيه هيك ذاتيا بتخاطر بحياتها، بتخاطر بحياتها بكرمال الادرينالين تبعتها تكون راضي. تفضلوا شوفوا هيدا الواتسو ايفر بسموها رياضه، الروف توبينج. تفضلوا شوفوا عن شو عم بحكي. Smoke the way my brain think I'm going dumb. Cocaine up on my gums, I think they're going numb. I'm having stomach pains, now I'm throwing up. Cause I'm a microphone fiend. Give me the bass, give me the beat, now let me lean. Tap the vein, let it stream. Feel the pain, young Martin Luther King. What a dream, that one day, that my team. We can make it with this rap, and now we swagging. Making money in Manhattan, trick was happening. They try to intellect with indirects, just to test you. A rap to my death, it's in my flesh, it's in my vessels. يعني مش هلقد بده، مش هلقد بده، يعني انت تكون يعني كرمال اهلك، كرمال اذا مش كرمالك انت، مش هلقد بده ليكون الواحد راضي. في ناس بيقل بكتير 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 من هيك بتكون راضية. What think buddy? Yeah. ضحكتوا لهيدا الصبي بتسوى الدنيا. ليكو من قديش شي بسيط وقليل عم يتمرجح على مرجوحة، ليكو هذا شو راضي ومبسوط والدنيا مش ساعته من الفرحة. كمان قصة فاطمة، كمان صبية عربية، ليكو شو، ليكو قديش شي مرتاحة ومتصالحة مع حالها.
في مثل بيقول القناعة كنز لا يفنى. فليكو هدول الشباب بيشوا مقتنعين وليكو ساعدين أكتر من الناس يمكن معهم ملايين الدولارات. رح ناخد هلا بريك، بس من بعد البريك عنا ما أقول كل ما واحد زعل مرته يوم يجيب لها خاتم ألماس. بدك فيلا 4 دولار؟ اه طبعا. بريك ومنرجع. إذا الوقت هلا نستضيف معنا باستوديو الاخبار على طريقتنا الاستاذه رضا. استاذه رضا اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. هاي ازيك يا تانيا. هاي ازيك يا استاذه رضا. استاذه رضا نحن اليوم داعينك مخصوص على برنامجنا لانه مثل ما شفتي معنا بالسكتش انه نحن شايفين انه عن جد من الصعب اخر فتره ارضاء المراه. ليه من الصعب حاجه ترضي المراه؟ بالعكس، ممكن ورده تتقدم باسلوب شيك جدا وبطريقه كيوت هترضي اي ست حتى لو كانت ست بسيطه جدا. واو استاذ رضا، انا اول ما قالوا لي انه استاذ رضا هي ضيفتك اليوم بالحلقه انا كنت عارف انه رح نعمل انا وانت حلقه رائعه. استاذ رضا تعلموا يا بنات تعلموا، فهمتوا؟ حش بقى تتفلسفوا علينا. يا حي استاذ رضا عم بتقول ورده حمراء كافيه انكم ترضوا. اليوم استاذ رضا جوزة بفوت عليها بورده حمراء وبتكون راضيه. فوت علي انا بورده حمراء؟ ايه. اعمل بها ايه يا اخي؟ مثلا نقول بوكيه. طيب هلا استاذ رضا يا خيي بوكي ورد انا بستان. اليوم زوجة للاستاذ رضا بيجيب لها بوكي ورد احمر وبتكون راضيه. يجيب لي بوكي اعمل بيه ايه؟ شمي، وبعد ما شمه يدبل ويموت ويترمي، وبعدين اعمل بيه ايه؟ شو بدك؟ قلتي ورده بوكي شو؟ قول مثلا خاتم الماز. هلا عالي البادجت فجاه استاذ رضا كمان، يعني مش معقول كل ما واحد زعل مرته يقوم يجيب لها خاتم الماز. يا عم لك من هالعين قبل هالعين، استاذة رضا بدها تكون راضية، جوزها يجيب لها خاتم الماز. يجيب لي أنا خاتم الماز؟ لك إيه بتكرم عينك. أعمل بيه؟ البسيه. بعد ما ألبسه وأتنطط بيه شوية على أصحابي وأرميه في الخزنة، وبعدين أعمل بيه إيه؟ شو بدك حبيبي لتكوني راضية؟ يعني مثلا افتكرتك هتقولي عربية بورش، دوج رام، حاجة كده. لكن استاذة رضا بدها تكون راضية بورش. بورش بترضيكي استاذة رضا؟ بورش؟ اعمل بها ايه؟ اعمل بها ايه؟ سوقيها. وبعد ما اسوقها واعمل حادثة وتترمي تحت البيت واعمل بها ايه؟ ايه؟ استاذة رضا شو اللي بيرضيكي؟ ممكن بيت. ممكن. تتشوفوا بس انه كل اللي عم تقوله استاذ رضا لتوصل لهون هيدول كلهم سبليمينال مسجز. عم بتقلكم يا شباب ويا صبايا ما بقى تكبوا مصرياتكم على الورد والذهب والالماز والسيارات والقصص اللي ما لها طعمه، بدها توصلكم مسج بس بطريقتها الخاصه اللذيذه. عم بتقلكم اشتروا بيت ستتوا. اليوم استاذ رضا جوزها اذا جاب لها بيت 100-120 متر بتكون راضيه ومبسوطه. 100-120 متر بتكون راضيه ومبسوطه. ويا اختي احسن مني في قله جوزها راح جاب لها فيلا 4 ادوار. اعمل ايه بال120 متر اللي انت بتتكلم فيهم دول؟ بدك فيلا 4 ادوار؟ مستحيل. اه طبعا. ليك يا استاذه رضا اللي قال لي انك معي بالبرنامج رح تكون اضافه كثير كان مفيد صراحه. استاذه رضا شكرا لك. انا الصراحه بس يعني قبل ما انهي حلقتي بدي اوجه تحيه كبيره لجوزك اللي قادر صراحه يلبي لك كل طلباتك ويرضيكي. جوزي؟ نعم. انا مش متجوزة اصلا. نعم؟ مش متجوزة اصلا. صار لك ساعة عم تعملين لنا محاضرات عن الارضاء وانت اصلا منك متجوزة؟ اعمل بيه ايه الكائن ده؟ منو اللي تعملي بيه ايه؟ كائن الراجل. اعمل بيه ايه؟ احطه في البيت واتفرج عليه؟ نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، كانت حلقة كتير مفيدة واستفدنا وتعلمنا مع بعضنا كيف نرضي المرأة. منشوفكم نحنا بالحلقة الجاية. إلى اللقاء. ليه؟ هتنهي الحلقة ليه؟ حلقتي وبدأ إنهيها.
شو بدك؟ بدك تنهيها انت؟ تفضلي انهي الحلقه استاذه رضا. اوكي رضا. يعني هيها انا ايه تفضلي. مش عارفه انهيها انت. وصلنا لنهايه حلقتنا. بالنهايه نحن كل اللي عملناه هو مزحه كوميديه لطيفه. نحن عارفين انه البنات وبنات مجتمعنا وخاصه بنات مجتمعنا العربي بنات اصل وبيرضوا حتى من بوسه صغيره بيرضوا. بوسه؟ بنشوفكم بالحلقه. شو رضيتي هلا؟ ايه؟ ايه يلا كريدتس. هلا هم الكريدتس خيي باي.